فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل أوقف سيارته وقفا على مكتب للدعوة لأجل نقل الدعاة للقيام بالدعوة، هل يصح ذلك ويسمى وقفا؟ هذا يرجع إلى الخلاف في وقف المنقولة. السيارة منقولة، لكن يتبرع بها، التبرع ما في مانع، تبرع بالسيارة، هذا يسمى تبرع ما يسمى وقفا. نعم. ولذلك للجهة المتبرع لها أن تبيعها إذا احتاجت إلى، لو هي وقف ما باعت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.